السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم على قناة تعلم مع أمين. إذا بدون إطالة نبدأ في دروس اللغة العربية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. أول نص منطوق في كتاب القراءة الصداقة الحقة. إذا نبدأ أولا بأشاهد وأتحدث. إذا نشاهد على الصورة. التلميذ هذا التلميذ حدث له حادث أثر على يده كما ترون، ونرى زميلا له يحمل له محفظته، والزميل الآخر هذا يمسك الكراس طبعا بعدما كتب له الدرس. إذن هؤلاء مجموعة من الزملاء يتعاونون مع بعضهم البعض لمساعدة زميلهم المصاب. إذن كل هذا سأكتبه لكم الآن. طبعا وكل هذا إن دل على شيء فهو يدل على القيم الإنسانية العالية وعلى الأخلاقيات والمبادئ السامية التي نشأ عليها هؤلاء الأطفال، فهم يعلمون تماما أن الصداقة هي الألفة المتبادلة بين الأصدقاء. إذا نواصل. عبر عن الوضعيات التالية مستعملا صيغة لذلك. إذن صيغة لذلك، إذن لذلك هي إحدى أدوات الربط بين الجمل طبعا، وهي توضع للتعليل. إذن هناك عدة وضعيات سنحاول أن نشكل بها جمل. الوضعية الأولى الصدق منجاة. إذن أنا صادق. طبعا منجاة يعني نجاة لصاحبه، يعني الصدق هو نجاة لصاحبه. إذن نقول الصدق منجاة لمن اتصف به، لذلك أنا صادق دائما. الاعتراف بالخطأ فضيلة. أراجع تصرفاتي كل يوم. إذن يمكننا أن نقول الاعتراف بالخطأ فضيلة ودليل على قوة الشخصية، لذلك يجب أن أراجع تصرفاتي كل يوم. أيضاً يمكنكم أن تكتبوا الجملة كما هي، يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة لذلك أراجع تصرفاتي كل يوم. أنا فقط أضفت بعض الإضافات لتصير الجملة يعني أجمل. عدنا. المنافسة الشريفة تدفعنا للأمام، أجتهد أكثر ولا أحسد. إذا نقول المنافسة الشريفة تدفعنا إلى الأمام وهي وقود الناجحين، لذلك علي أن أجتهد أكثر ولا أحسد أحدا. إذا لم يستطع الشيخ قطع الطريق ساعدته. إذا أقول لم يستطع الشيخ قطع الطريق فلذلك ساعدته. عدنا. غاب زميلي عن المدرسة، نقلت له الدروس. غاب زميلي عن المدرسة ليومين، لذلك نقلت له الدروس كاملة. لم ينجز واجبه، شعر بالخجل. إذا لم ينجز واجبه لذلك شعر بالخجل. الكذب حرام، لا أكذب. إذا الكذب حرام وهو خلق مذموم، لذلك أنا لا أكذب. إذا قل جملا على المنوال التالي، يعني جملا فيها صيغة لذلك. سأعطيكم عدة جمل، طبعا أنتم اختاروا واحدة منها. القط ينقي البيت من الفئران، لذلك نحتفظ به معنا. كنت في عجلة من أمري، لذلك ركبت الحافلة. كان الطقس حارا جدا، لذلك ذهبنا للسباحة. أنت لم تدرس جيدا، لذلك رسبت في الامتحان. كانت العاصفة قوية والأمطار غزيرة، لذلك بقي الأطفال في البيت وأغلقت المدارس. كنت جائعا جدا هذا الصباح، لذلك أكلت بلهفة شديدة. إذن الآن عدنا أنتجوا شفويا. أخبرك زميلك بأنه سيتغيب عن المدرسة مساء ليشاهد مباراة كرة القدم للفريق الوطني الخاصة بتصفيات كأس إفريقيا، وسيتحجج لدى المعلمة بأنه كان مريضا. طبعا هذا عمل غير لائق. حرضك لتفعل مثله،
لكنك نهرته وأخبرته بأن حبل الكذب قصير جدا وبأن الدراسة أهم بكثير من المباراة. أحكي لزملائك كيف أقنعته بالعدول عن هذا الأمر الشنيع. إذن سأكتب لكم نص قصير إن شاء الله. إذن: يا صديقي، ألا تعلم أن الكذب هو عادة سيئة جدا يؤثر على أخلاقك بشكل كبير؟ لذلك لا تجهد نفسك بمحاولة إقناعي، بل عليك أن تدرك أن الدراسة حق لك، ومن واجبك أنت كتلميذ أن تحافظ على هذا الحق وتجتهد فيه لتنال رضا الله. فكيف تريدني أن أكذب وأزيف الحقائق بنية الخداع لتحقيق رغبتك وأقف معك ضد الدراسة؟ الكذب يا صديقي من أرذل الصفات وأقبح الأخلاق، وقد حرمه الله تعالى في كتابه الكريم لأنه من أقصر الطرق إلى النار. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. لذلك يا صديقي لا تكذب، وهيا بنا إلى المدرسة، فالدراسة أهم بكثير من المباراة. إذن أطفالي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق، أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.